معكم اليوم. اول حاجه بغيت نقولها لكم مبروك عواشركم، ونتمنى تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير. الموضوع ديال اليوم بغيت ندير واحد الموضوع، انا شفت ان فيه اقبال يعني في مجال الديكوراسيون، هو الشابيشيك. الشابيشيك هي شي حاجه اللي قديمه وكنردوا منها تحفه فنيه، يعني بالترجمه ديالو من لونجلي العربيه الرث الانيق بهذا المفهوم. اول حاجه غادي نحتاجوها هو شي شكل يجي بحال الشكل ديال القارب. يعني هذا كان عندي انا، كنت ما كنتش كنستعمله، خديته من عند بائعي الخردوات واحتفظت به سنين. هذه هو عندي، دابا جاتني الفكره باش نخدمه. غادي ندير هذا، يعني نقدروا نخدموا حتى قطعه من الخشب عاديه كيجي انيق. ونعطيكم هذه الفكره، هذه انا خديتها من بانتريس، يعني استوحيت الفكره من بانتريس. يعني ممكن تدخلوا وتاخذوا افكار اخرين وتطورهم على طريقتكم. انا غنخدم الحوايج اللي عندي انا، اللي موجودين عندي انا في البيت. كما قلت لكم غنحتاجوا هذا، وهذه واحد لالوش، يعني ملعقه خشبيه بحال هذا الشكل. هذه ما صلحتليش لانها مقعره من هنا وعريضه من هنا. هذا النوع تيكون رقيق وفي نفس الوقت رقيقه حتى هنايا. الحاجه الاولى اللي درت هو انني لصقتها باللصق ديال، يعني ديجا وجدتها من قبل، لصقتها بالغراء ديال المسدس باش تكون يعني شاده مزيان وتكون صحيحه. من بعد صبغته باش يكون واجد، باش نختصر شويه الفيديو. صبغته وخليته ينشف. دابا غادي ندوزو لمرحله التزيين. اول حاجه غادي ناخذ هاد الاله، ما عرفتش لا غرافوز، ما عرفتش سميتها باللغه العربيه. غادي ندير جوج ديال هنا وما غاديش نضيقهم، يعني نقدر ندير هاد القضيه هذه نديرها مباشره، يعني الجهه الاخرى انا صوت واحد، الجهه الاخرى غادي ندير هكا كما كتشوفوا. نزيد واحد مشكل عندي، مسكتو يعني حيدو ونعاودو. يكون عندي هاد الشراع يكون صحيح، ما يكونش يعني ما شدش مزيان. غادي نحاول ناخذ المسافه اللي عندي قد هنايا بالتقريب بحال هكا بهذه الطريقه. من بعد غادي نصبغوا شي شويه باش ما يبقاش بين هاد بوش بينين عايبين، ونصبغ هادو الشراع باللون الابيض، لان يعني التام اللي كيستخدموه في هذا الشابيشيك هو الابيض. يعني اغلبيه ديال الالوان اللي كتغلب على الشابيشيك هو اللون الابيض، لون يعني زهري غوز كلير، هذا كيجي زوين فيه. يعني اغلبيه هو الابيض والغوز، يعني الالوان كيكونوا في الاصل من الابيض. وعاد كتجي المرحله ديال التزيين، الا كان الامر يتعلق بالورود يعني كيكون الورود، لان مازال ان شاء الله غادي ندير لكم موضوع هذا الموضوع ديال الشكل ديال الورود. انا دابا هذا ديال القارب، لان عندي هاد المواد باش نستخدم لكم الجزء الثاني ديال داك الليمون اللي صاوبت بحال هادو، يعني بالعجينه ديال العجينه الطينيه. من بعد كنخليوه ينشف، يعني نخليه ينشف عاد نرجعو نكملو الخدمه ان شاء الله. اللي نستناو فيه يعني ننتظروا ان ينشف عندنا هاد يعني القاعده الاولى، غادي ناخذوا واحد الطرف ديال هاد الشبكه. هذه دايره موجوده عندنا بالخصوص، لان كيستعملوها للغسيل ديال المواعين ديال الاواني. هذه غادي ناخذوها وغادي نصبغوها، غادي نحاول نصبغوها باش تعطيني هاد الشكل باللون الابيض. كما قلت لكم اللون الاساسي هو الابيض، من بعد نخليه حتى يتنشف باش نستغلوا الوقت. قبل كنت دايره هاد الشراعات بالكرتون، يعني ما جاش زوين. فاش كمل الشكل النهائي ما عجبنيش، غادي نحيدهم وغادي نعاود نديرهم بالتاو.
ثوب يكون قاسح يعني متين ماشي تامين. من بعد غادي نلصقهم هنايا، نلصقهم فهنا باش يعطيني الشكل ديال الشراع من هنا والاخر في الجهه الاخرى. من بعد كنغطي على شويه ديال اللصاق هنايا في الراس وندوروا عليه واحد الخيط، شوفوا خيط. من بعد نوضع شويه ديال اللصاق هنايا، نحاول نلصق فيه الخيط. نحاول نثبتو. شاطر الشكل النهائي ديالو بحال الشراع، ما يكونش نحاول نشدو بهذا بس. شد مزيان وكما كتشوفوا من بعد ما ثبتو في هذا الرأس هذا غادي نوضع هنايا اللصاق ونحاول نلصق هاد الشرع هنايا، نخلي واحد المسافة هنايا باش يعطيني منظر أجمل، يعني باش يبان هنايا داك الفراغ كيعطي بحال الشرع ديال حقيقي. شوية صعيبة الخدمة ديالو لأن خصو مواد كتيرة، لكن حنا نديرو بالتقريب خصوصا اللصاق ديال المسدس مهم جدا، لأن في هاد الوقيته ديال العيد المحلات يعني مسدودين، ما بقيتش فين نشري الغراء، ولكن معليش نحاول. زائد غادي نقطع، ندير شويه ديال اللصاق هنايا ونثبت عليه هاد الخيط ونخليه واحد المده على ما يشد مزيان. من بعد انا ديجا خليته من قبل، نحاول نخفي هاد العيوب هادو ديال لاغرافوز باش ما يبقاش باين ليا الشكل الجميل. باش عندنا هذاك العيب تما، غادي نحاول نزينو بهاد الاشكال هادو اللي كنت صوبت بالعجين في القوالب ديال السيليكون. للاسف انا صبغتهم من قبل، يعني مره اخرى غادي نوريكم الطريقه ديال الصباغه بالتفصيل، لان هادو صبغتهم ومبقاش عندي العجين. ولكن نعطيكم فكره، في الاول كنديروا الصباغه لون مغلوق، يعني لون مائل الى السواد، يعني كما كتشوفوه لون بني مغلوق. من بعد كناخذ نفتحوا اللون بالابيض ونحاولوا ندوزوه بهذا ونقيسوه باللون الابيض، يعني التكنيك شويه صعيبه، غادي نوريها لكم مره اخرى ان شاء الله. دابا غادي نحاولوا نزينوا هذا القارب هذا، نعطيوه الشكل اجمل يعني في هذا الفراغ هذا، نحاول نحط هذا الشكل هكا بهذه الطريقه حيث ان واحد الطرف يجي هنايا لتحت. ما نثبتهاش لان الا كان ممكن نبدل، الا كان عندي يعني امكانيه انني نبدل الديكور مره اخرى، ما نضيعش في الديكور كامل، يعني بقى دائما عندي الامكانيه باش نديكوري. هادو ديال بصح يعني حقيقيين،
كنحاول نخلطهم مع اللي ماشي حقيقيين باش يعطيني الكميه اكثر، لان انا ما عنديش بزاف ديال الهد. بحال هادو مصاوبين بالعجين كما كتشوف، يعني ماشي حقيقيين. انا تعمدت نخليهم هكا باش نوريهم لكم كما كتشوفوا. هادو ماشي حقيقيين اللي صوبتهم داك اللون صافي. كنزين بهم القارب، يعني نحاول نحطهم بشكل عشوائي باش نغطي هذا. هذه حتى هي ماشي حقيقيه، واخا خليتها خاويه من هنا، يعني ماشي حقيقيه، مصنوعه بالعجين بلاباتا مودلي. كنزينو على حسب الرغبه ديالي كيفاش بغيت المنظر يكون عندي. كتشوفوا بعد غنوريكم الشكل النهائي كيفاش جا. هو الشكل النهائي ديال الديكور سهل، يعني ما كاينش فيه بزاف ديال الخدمه، وكيعطي منظر خصوصا الى كان الديكور ديال البيت كله شابي شيك، كيعطي منظر رائع. انا شفته في موقع بنتريس، يعني في ديكورات ديال الشابي شيك روعه. دابا هنا ما باينش لان الديكور اللي عندي في الدار انا مازال يلاه كنردو ستيل شابي شيك. ان شاء الله مع الوقت غندير لكم دوره في المنزل ديالي فاش يكون كله بهذا الستيل ديال الشابي شيك، وغادي تلاحظوا ان شاء الله ان الديكورات غادي تعطي منظر اجمل. نتمنى يعني تكون فكره سهله عليكم وسهله بالتنفيذ، وموادها راها بسيطه يعني متواجده بالتقريب. كما قلت لكم القارب اللي غادي تلقاو فيه المشكل قطعه من الخشب، وكنصحكم تشوفوا موقع بنتريست لان فيه افكار جميله ومبدعه. الى اللقاء، وما تنساوش الاشتراكات واللايكات طبعا الى عجبكم الديكور. السلام عليكم.